Sekine duası. Allah'ın verdiği nimetlere ve şükre muvaffak olmak için. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah, 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 estağfirullah el-azim el-kerim el-lezî lâ ilâhe illâ hu el-hayy el-kayyum ve netûbu ileyhi subhâneh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والحمد لله رب العالمين